جديده. خلينا في البدايه طبعا بنهنئ الدكتور مصطفى مدبولي على تجديد الثقه بتكليف سيادته لتشكيل الحكومه الجديده. شكر وتقدير للساده الوزراء في الحكومه المنتهيه ولايتها على ما تم أدائه، منهم من أدى دوره على الوجه الأكمل، هناك وإلا إذا لم يكن هناك جزء لم يؤدي رسالته، ما كان للسيد الرئيس أن يكلف بتشكيل حكومة جديدة. خطاب التكليف اللي أصدره السيد الرئيس في مضمونه بيؤكد على أهمية بناء الإنسان المصري، نعم، منظومة التعليم، منظومة الصحة، وعلى سبيل وعلى يعني في مجال اهتمامي الشخصي وأنا كنت معني بهذا الأمر، موضوع ضبط الأسواق ورقابة الأسواق وحماية وصون حقوق المواطنين. ليه مش قادرين نعمل ضبط الأسواق بصراحة؟ ليه المواطن دايما بيشتكي؟ ليه؟ إن شاء الله المرحلة القادمة تشهد. طب وليه ما كانش المرحلة اللي فاتت؟ لأن هناك إرادة. أنا دايما بأؤكد إن السيد الرئيس دائما مهموم بهذه الجزئية. نعم. عندنا يمكن رؤية أنا قدمتها للحوار الوطني. سيادة الرئيس في التوجيه موجود. ده الأساسي. بذل كل الجهد للحد من ارتفاع الأسعار والتضخم ضبط الأسواق. تمام. يعني في التكليف أهو. هناك إجراءات يسيرة وسهلة يا أستاذ أحمد نقدر نعملها من خلال رؤية جديدة. أنا تقدمت برؤية للحوار الوطني وتم مناقشتها في المحور الاقتصادي باستفاضة، والحمد لله يا عم تم الاستقرار على معظم ما جاء بها. شايف يعني رؤية مطولة اهي. كام صفحة؟ اتفضل. رؤية كبيرة. نعم. بتعتمد على توحيد سياسات ضبط الأسواق. ده أنا أتمنى أن المرحلة القادمة تشهد هذا الأمر، لأن كل قوانين حماية المستهلك، والأستاذ محمود العسقلاني يعرف الكلام ده، كلها في النهاية قانون حماية المستهلك نفسه 181/2018 بينظم اجراءات حمايه المنافسه، قانون حمايه المنافسه بيستهدف دكتور راضي قبل ما اروح للاستاذ محمود، دايما يقول لك هو انا عندي هحط على كل واحد بقال رقيب. هي فلسفه يا فندم، الرساله لو وصلت نقدر نعمل. والعالم بيعمل ايه؟ العالم اشمعنى ضبط الاسعار واحده في العالم كله؟ دي ثقافه سوق محتاجين نسيطر عليها بشكل منظم. الاراده موجوده بدعم السيد الرئيس، لكن يبقى إن توحيد سياسات ضبط الأسواق يمكن كان من ضمن مقترحات إنشاء المجلس الأعلى لتوحيد سياسات ضبط الأسواق، بحيث إنها تعمل تحت غطاء واحد، حماية المستهلك، حماية المنافسة، الهيئة القومية لسلامة الغذاء، الرقابة على الصادرات والواردات، كل هذه الجهات لابد أن تعمل تحت سقف واحد. ويمكن أنا في الرؤية اقترحت ما عندناش أهم من منظومة ضبط الأسواق والاهتمام بالمواطن المصري. صح. إيه المانع إن أنا أعمل آلية يبقى فيه قيادة تحت اي مسمى، نائب رئيس مجلس وزراء لشؤون ضبط الاسواق في اطار ضبط الاسواق، اعملها نائب رئيس وزراء. طبعا يا فندم، انا ما عنديش يا فندم اهم من ضبط الاسواق دلوقتي. ولو حضرتك اتكلمت على الدعم النقدي او الدعم العيني هنتكلم عنه بعد شويه. الاساس فيه ان انا اراقب الاسواق. نعم. دعم نقدي لازم، لا اترك المواطن فريسه للمافيا التجار. التجار في ناس كثيره جدا محترم وملتزم محترمين، لكن هناك مافيا لتجار الازمات. اللي يقدر يوقفهم عند حدودهم صحوه وثوره اداريه في مجال ضبط الاسواق.